مساء الخير عليكم جميعا. النهارده من امام باتايا، ميناء باتايا تايلاند. عايز اوريكم يا جماعه مكان لطيف قوي، مش مشهور كتير بالنسبه للسياح اللي بيجوا هنا باتايا او تايلاند بشكل عام، ولكن زي ما تعودنا ان شاء الله دايما هيكون معانا الجديد، نقدر ان احنا نوجد الجمال في اي شيء حتى لو كان بسيط او طبيعي. المكان ده بيبعد عن او بيعتبر في نهايه الووكينج ستريت، شارع المشي المشهور جدا في باتايا، على بعد تقريبا 1 كيلو مشي، مش محتاج اكتر من انك انت تمشي لنهايه الشارع. زي ما حضراتكم شايفين دي باتايا سيتي. المكان ده ايه مستو؟ مستو ان زي ما حضراتكم شايفين كده تقدروا تاخدوا منه رحلات بحرية جميلة جدا جدا ورخيصة جدا. يعني مثلا الرحلة هنا ممكن تاخد مركب زي المراكب دي، بتكلفك في حدود المركب الصغير في الذهاب بس 150 بات تقريبا 75 جنيه، وفي العودة زيهم. وعندهم مواعيد بتبدأ من الساعة 7 الصبح لغاية الساعة 1، ده في الذهاب، وبتبدأ العودة من الساعة 1 لتقريبا الساعة 5 المغرب. يعني مكان لطيف ظريف نقدر ان احنا نستفيد بيه لو جيت، وخصوصا انها رحلة الى حد كبير رحلة رخيصة وجميلة. طيب هل ده بس اللي نقدر نعمله؟ لا طبعا، في حاجات كتير نقدر نعملها. في هنا جزيرة نقدر نروحها عن طريق القوارب اللي هي موجودة ورايا دي زي ما حضراتكم شايفين. المراكب دي بتاخدك توديك الجزيرة، ممكن في الجزيرة دي تنزل الشاطئ وممكن تمارس بعض الرياضات البحرية. طيب ايه هي الرياضات البحرية المتاحة هنا؟ في بعض الرياضات البحرية المتاحة هنا زي مثلا نوع من انواع السنوركلينج، ولكن عن طريق المشي. بتلبس حاجة كده زي بتاعة رواد الفضاء، ماسك شفاف على وشك، وبتمشي في قلب تحت في تحت المية بالقناع ده تقريبا من 15 الى 20 دقيقة، وتكلفة السنوركلينج 1500 بات، يعني تقريبا 750 الى 800 جنيه مصري. دي من الرحلات الجميلة قوي 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 اللي برشحها بقوة. ايه كمان؟ في عندك الباراشوت، ده موجود زي اللي موجود عندنا في مصر، سعره برضو مقارب، لا بس انا يعتبر اغلى شوية، ضعف سعره عندنا في مصر. قيمته تقريبا 1500 او 1000 بات زي ما حضراتكم عارفين ان هو تقريبا كده قيمته تبقى 750. في انشطه كتير ممكن تعملها في المكان ده، ولكن زي ما قلت لكم المكان ده مش هتلاقوا كتير من اليوتيوبرز عاملين عليه فوكس او ناس كتير يعرفوا. رحله رخيصه جميله امنه جدا، هنا عناصر الامان عاليه لاقصى درجه، مفيش ان شاء الله خطوره باي شكل. طبعا في نوعين من انواع القوارب، في السبيد بوت، والسبيد بوت ده اللي هو القارب السريع، وفي اللي هو القارب الكبير، وده ضعف ثمن القارب السريع. يا رب اكون قدرت اعمل لكم ملخص لرحله من الرحلات الجميله جدا جدا في باتايا سيتي، وبالتحديد في الميناء بتاعته. لو عجبك الفيديو انشره، بعد ما تشترك فيه. ان شاء الله نشوفكم في بث جديد